الينونا طبعا اصدقائي رجعناكم بفيديو جديد. ففيديو اليوم اصدقائي راح يكون اربع اشياء غريبة ما حد مكتشفها يا اصدقاء، واني اللي اكتشفتها وما ادري اذا اكو ناس مكتشفيها لو لا، بس اللي ما مكتشفها اليوم راح ارويكم اشياء غريبة بعد ما صار هذا التحديث. بس صار هذا التحديث صارت هاي الاشياء الغريبة والعجيبة بنفس الوقت اللي كل شي ما وقع فتين من عندها، ولازم نفسرها انا وياكم اصدقائي ونشوف شنو هذا الشيء وش قاعد يفكرون شركة لعبة بي كي اكس دي. اوكي هسه خلونا نبلش، بس قبلها حطوا لايك واشتركوا اذا كنتم ما مشتركين بالقناتين، ويلا خلونا نبلش لان هي اشياء مهمة. اسرار يا اصدقائي مهمة جدا جدا، فلازم تشاهدون الفيديو الاخير. اولا يا اصدقائي عندنا اي ال، مو كان فوقها صندوق سري؟ هذا الصندوق ما حصلنا منه الا 200 كوينز وجوهرتين اصدقائي، ما اجوا وياها تيكت او بطاقة الحمراء، لذلك يعني اكو مثلا يعني يمكن اكو صندوق يا اصدقائي صندوق ثاني بي تيكت. اوكي فهذا اولا والشيء الغريب. اوكي هسه الشيء اللي بعده اصدقائي هم شيء غريب بشكل، هذا يا اصدقائي شايفين هذا النور اللي يطلع منه هاي المربعات اصدقائي، مو على اساس انه راح يسوون الارضيه هيك كانها ماينكرافت وهاي الاشياء، بس حطوا هذه الاضافه بس كل شيء ما راح نستفاد من عندها، وهذا الشيء هم غريب اصدقائي، مربعات ومجرد نور ولا اكثر، يعني بيها فائده بيها فد شغله راح تسوي شيء بالبي كي، ما ادري شنو راح تسوي بالضبط، بس احسها تشبه لون التحويل لما نحول شخصيتنا، فمستحيل انهم ضايفيها بدون اي فائده وبس هيك ضايفيها، لا مستحيل اكيد بيها شغله، فلازم نكتشفها اصدقائي. اوكي هسه اصدقائي الشيء خل اراوكم السر الثالث وهو هم شيء عجيب. اوكي لازم ندخل داخل الروبوت على مود اراوكم اياه. شوفوا اصدقائي هاي اللعبة اللي احنا كنا نسوق بيها، وحتى اني سويت بيها فد فكرة جدا كيوت، بس بعد ما نقدر نسويها، كنا نقدر نقعد ونسوق صح؟ بس هسه بعد ما نقدر، يعني شيء هم غريب. اولا اول ما سووا هاي الفكرة كانت ما تشتغل، بعدين كانت تشتغل من كنا نلعب بيها وعادي نسوق وهاي، بس هسه رجعوها ما تعمل، شنو السبب؟ انا هم ما اعرف ودايخة بهذا الموضوع. ثاني شيء اصدقائي والاخير اللي اكتشفته انه هذا الروبوت يقول انه هم راح يسوون العاب جديده اصدقائي، ممكن انهم راح يفتحون هذه البوابه اخيرا، ممكن راح يفتحوها ويضيفون العاب جديده ماشي، فاللي اكيد منكم يعني يعرف هاي الاشياء، بس بعض منكم ما يعرف هاي الاشياء، لذلك سويت هذا الفيديو وهو لانه شيء غريب. اصدقائي خلوني اراويكم هم نفس المربعات هنا، شوفوا مستحيل ما تكون بها فائدة بس مجرد شكل، لا يا عمي مستحيل اكيد بها السر اصدقائي، ممكن انا ما ادري، ممكن راح يسوون فالتحديث عود تكون لنقط بي كي اكس دي، عود الالعاب شريرة سيطرت على البي كي، ممكن انا لحد يقول لي صح وما شو، انا ما ادري هذا واحد من توقعاتي. اوكي فممكن يسوون تحديث انه يكون ننقذ بي كي اكس دي من الالعاب الالكترونيه ممكن، واعتقد اني انه هذه راح بعدين يسووها بي كي اكس دي ونقدر نتحول الى عالم ثاني، عالم الالعاب. اوكي ف جيمز وورد تخيلوا مثلا اللي يعني نجي هنا وبسرعه نتحول ونروح عالم ثاني مليء بالالعاب، هسه انتم مثل ما قاعد تشوفون هسه نقدر نحول شخصيتنا لملابس هي، شوفوا يعني نصير دوران ونروح نتحول، فممكن هذه نسعى يعني نضغط عليها هيجي ونتدور بعدين نروح عالم ثاني غير عالم بي كي اكس دي، ممكن اصدقائي، وهذه هي الاسرار والاشياء العجيبه اللي صارت بالبي كي. اصدقائي اذا عندكم اشياء عن يعني اكتشفتوها انتم هم اشياء غريبه ما ذكرتها بهذا الفيديو اكتبوا لي بالتعليقات، واصدقائي اذا عندكم تفسيرات عن هذا اللي قلت لكم اياه هاي الاشياء الاسرار العجيبه هم اكتبوا لي بالتعليقات وممكن نحلل ونعرف. اوكي وبس اصدقائي كانت هي هذه اسرار بي كي اكس دي، فحطوا لايك واشتركوا لاني استحق، وبس باي باي اصدقائي لا تنسوا تشتركوا.